세상 가만히 있어서 하는 의미로 왔습니다. والثلاثي أيضا في هذا المكان أيضا لنا نحن كمثقفين وكأفراد مجتمع وكأساتذة وكطلبة دور في العمل على الحد من هذه الظاهرة التي لم تعد فقط ظاهرة مرحلية أو مؤقتة بل أصبحت مرحلة دائمة أو ظاهرة عفوا دائمة نشاهدها يوميا في مجتمعنا الجزائري. اخترت لهذه المداخلة جملة من العناصر أو المحاور من بينها الفنون السبعة: قيمة الفن والأدب، العنف وارتباطه بالمجتمع الجزائري، الرواية الجزائرية وهاجس التعبير عن عنف الواقع وواقع العنف، الكتابة العشرية السوداء وعنف النص، والمسرح الجزائري وهاجس التعبير عن عنف الواقع وواقع العنف، وكذا أيضا السينما الجزائرية وهجس التعبير عن ذات الموضوع هو عنف الواقع وواقع العنف، ثم أخيرا مقترحات لتفعيل الحراك الثقافي بين الجامعة ومختلف الهيئات الولائية. نبدأ بالفنون السبعة. ما نعرفه جميعا ربما هو أنه في جملة من الفنون هي سبعة: الأدب، المسرح، السينما، الفنون التشكيلية، المعمارة، الموسيقى، الفنون الحرفية. ولكن مع تطور العصر هنالك نوع من التغيير، ظهرت جملة أخرى من الفنون التي تتماشى وتطور التكنولوجيا، فإذا عددناها كما قلت فليست سبعة بل أصبحت أكثر من سبعة. منها طبعا ما هو معهود او معروف سابقا فن العماره والنحت وفنون التصوير، تضم تصوير الرسم، الطباعه والتصوير الفوتوغرافي، الفنون الحرفيه بما فيها الخزف واعمال المعادن والنسيج والمعادن النفيسه، كذلك الفن باستخدام الكمبيوتر والذي تطور بشكل رهيب جدا، كذلك الفنون الادائيه بما تحتوي من موسيقى، مسرح، غناء، رقص واوبرا. ايضا السينما ينتهي طبعا عن الادب وما يشمله من فنون القصه، الشعر والمسرحيه وغيرها من الفنون الاخرى. قيمه الفن والادب. طبعا ربما نتساءل كما قلت في البدايه انه السلطات الامنيه والعسكريه الى جانب المجتمع المدني حاول هؤلاء احتواء ظاهره عنف المجتمع الجزائري. ولكن قد نتساءل او اول سؤال ربما يتبادر بالاذهان، كيف يمكن للادب والفن ان يحل مشكله العنف بكل اشكاله؟ خاصه اذا كان مثلا كالمشكله التي واجهناها في العشريه السوداء. الاجابه اقول يمتلكها ربما كل واحد منا حينما يخلو الى نفسه فيستمع الى معزوفه موسيقيه، أو يقرأ رواية أو قصة أو ديوان شعر، أو يشاهد فيلما أو عرضا مسرحيا، أو ربما يستمتع بمشاهدة لوحة فنية أو طبيعية. وكثيرا ما نخرج يعني خاصة في العصر الحالي نخرج إلى الطبيعة للاستمتاع بما هو موجود. اخترت لكم مقاطع من الترسيل، هذه المنطقة جميلة جدا، فأرجو أن تستمتعوا بها وأن تسمو بأحاسيسكم إلى مستوى هذا الجمال. أنا أقول لكم
أشكركم بهذا المقطع الجميل وكذلك لهذه الصور الرائعة من صحراتنا الجميلة. أعود دائما إلى قيمة الفن والأدب لأستعير كلاما ليعقوب الشاومي الذي كان يشتغل في القضاء ويشتغل في القانون، ولكنه أبى إلى أن يترك هذا المجال وطبعا يتجه صوب الأدب والكتابة، ويقول لقد كنت قاضيا وتركت القضاء لإيماني أن الأدب والفن هو أهم مؤثر في المجتمع. ويضيف عفوا أنه إذا لم يعش الأديب مشاكل المجتمع يكون خارجا عن المصر. ربما السؤال الذي نتساءله الآن، ما الفن وما مفهومه؟ لا أود أن أدخل في التعريفات الأكاديمية والتعريف الأكاديمية المستفيضة وهذه الأبحاث التي تحدثت عن الفن وغيره، ولكن حاول أن أختصر الفن في كلمة واحدة وفي جملة واحدة، وهي أن الفن منبع للجمال وغذاء للروح. الآن ننتقل إلى شيء آخر هو العنف، شيء مضاد لما نتحدث عنه من الجمال والفن إلى العنف، وكيف ارتبط العنف بالمجتمع الجزائري وأصبح لصيقا للأسف الشديد بنا. إذا تحدثنا عن العنف أعتقد أننا لا نحتاج إلى أن نجد له تعريفا، فهو معروف لدى الجميع. العنف هناك أشكال عديدة له، فلا نحتاج إلى تعريفه بقدر ما نحتاج إلى أن نجد كلنا لهذه الظاهرة. كما تعلمون إذا فتحنا صفحات جرائد تقابلنا الكثير من العناوين التي ترعبنا وترهبنا. القسم المشترك بينها هو العنف بكل أشكاله، العنف اللفظي، العنف الجسدي، والعنف النفسي والمعنوي. حاولت أن أركز في الحديث عن العنف عن مرحلة تاريخية مهمة جدا في تاريخ الجزائر، وهي المرحلة التي عانى فيها من الاستعمار الفرنسي ومن وحشيته وطرق السيئة والوحشية اللامتناهية التي ظهر بها المستعمر الفرنسي تجاه المجتمع الجزائري والشعب الجزائري العزل أو الجزائريين العزل، ثم مرحلة الحرب التحريرية حيث ذهب ضحية مليون ونصف مليون شهيد. نتأمل هذا المقطع الذي عفوا المقطع الذي عبر عن وحشية المستعمر. المستعمر والصور والمشاهد كثيرة جدا. إذا كان عنف المستعمر على هذه الشكل وأكثر، فالمقاومة والقوى الجزائرية وإمكاناتها القليلة استطاعت أن تضحى هذا العدو، وكرد فعل على عنفه ووحشيته ليفتك حريته بالقوة، وذلك طبعا أمر طبيعي ومشروع، عكسته الكثير من الأفلام السينمائية وكثير من العروض المسرحية وكثير أيضا من الصور. فنلاحظ ربما أو نشاهد تويا هذا المقطع لي من فيلم حسن تيرو. هذه صورة عن صور وحشية المستعمر. لنعود إلى المقطع حول المقاومة والثورة الجزائرية كرد فعل طبيعي ومشروع. Thank you.
تاريخ العنف وتاريخ العنف مصطنع مع الشعب الجزائري ليس بالشيء القليل او ليس بالشيء الذي يقتصر في لقطه او لقطتين او كلمه او كلمتين. نتحدث الان عن المسرح الجزائري وهاجس التعبير عن عنف الواقع وواقع العنف. بداية اختار فقط هذا المقطع الجميل حتى لا ندخل في سياق العنف. لذلك هناك توجه كبير جدا لمسرح بعض الاعمال الجزائريه خاصه في اطار قسنطين عاصمه الثقافه العربيه اين تم اتخاذ قرار بمسرحه اعمال الروائيين الكبار من امثال طاهر المختار وتقديمها في اشكال اعمال مسرحيه بعد طبعا اعاده كتابتها ومسرحاتها. اتحدث عن نقطه مهمه جدا عن العنف وكيف يمكن للمسرحي ان ينقذه عن طريق ما يسمى بالتطهير او الكاتارسيس. فالمسرح طبعا يتعالج يتصدى عفوا لمعالجه الشر والعنف والاستيلاد يسعى الى تطهير الكاتارسيسي يعني بمعنى ان الانسان اذا شاهد وضعيه من الوضعيات التي يعيشها او يعيشها في محيطه يشاهدها بشكل عام مسرحي او يقراها في نص روائي او شعري او يشاهدها بشكل يعني في السينما وكانه هنا يطهر ذاته او يجد حلولا بشكل ما لما يعيشه. اذا قلت هذا المعنى او ما يسعى اليه هو التطهير والكاتارسيس الارستي وينطلق ويتجاوز هذا المعنى في اتجاه ذلك وتعريف وكشف الظواهر العنفيه بكل اشكالها وتجلياتها مما يوصف المفهوم المتعالي بالجمال. اعود الى الواقع قليلا. طالما ان المجتمع يعرف تماميا بظاهره العنف والجريمه لماذا يكون الفن هو المعبر او المعبر ايضا والسلاح الذي نستطيع من خلاله ان نحارب هذه الظاهره؟ فالفن هو الذي يمكن له طبعا ان يقدم لنا بعض الحلول. مثلا مسرح الشارع فهنالك تجربه من التجارب التي نود ان نقتدي بها وهي تجربه قام بها فنانون من اراضي 48 وهي تجربه مسرح الشارع قدموا عرضا مسرحيا بعنوان ارض في اطار يعني في الشارع دون اعلان الجمهور وهدف هؤلاء هو محاربه العنف والحد من ظاهره الجريمه في مدينه حيفا وطبعا تفاجأ الجمهور بهذه الاشكال من العنف بما مسرحي الشارع ولكن الرساله التي يعني اراد الفنانون تقديمها قد وصل. غير بعيد عن ذلك اود ان نتحدث عن نقطه مهمه جدا لدينا نحن في المسرح الجزائري وهي الحلقه التي لم تكن مسرحا قدر ما كانت شيء موجود في يعني في المجتمع الجزائري. الحلقه كانت اثناء الاستعمار الفرنسي وسيله فنيه ووسيله ايضا في الوقت نفسه لنقل رسائل الثوار والمجاهدين الى مختلف الاسواق
ميناء طبعا العامة والذين يتحلقون حول الجبال المباحة تجربة فينا بعد تم بعثها في المسرح الجزائري من قبل عبد القادر علولة وكانت ناجحة وللأسف عبد القادر علولة كان من بين ضحايا الإرهاب مفتر عز الدين الجوبي رحمه الله ورحمه طبعا جميع شهداء العشر السوداء وشهداء الثورة التحريرية. انتقل إلى نقطة مهمة جدا هي صديقة القبح والعنف. هذه المعالجة الفنية في المسرح تقودنا إلى تناول يعني تناول القبح أو تصوير القبح في العرض المسرحي يؤدي إلى أو يخفي خلفه تشفير جمالي على مستوى الدلالة والإيحاء. نذكر مثلا أعمال شكسبير التي دارت حول الاغتيالات والجرائم والصراعات حول امتلاك السلطة لكنها حملت أفكار ودلالات عالمة تدل دائما على البحث عن العدالة التي ترتقبها المجتمعات القائمة على التناقض والاستغلال وانعدام التوازن الطبقي. نضرب أمثلة على باليه بهاملت ماكبث والمدير. الله أكبر! الشهداء يعرفون هذا الأسبوع. كيف يمكن أن نتبع أو أن نكون أوفياء لما قدمه الشهيد أو قدمه الشهداء شهداء ثورة نوفمبر الخالدة، أن نكون أوفياء لهؤلاء الشهداء وأن نواصل الرسالة. لذلك لاحظنا تساؤلات وخلال هذه المسرحية ظهر عنف ربما من نوع آخر هو عنف معنوي للدرجة الأساسية. كيف يمكن أن نستقبل عودة الشهيد؟ هل نحن في مستوى أن نواجه هذا الشهيد وأن نقول له بأننا سرنا على طريقه وسرنا وحفظنا على ما مات من أجله أم لا؟ هذا سؤال كبير يحتاج إلى إجابة. أعطيني فرصة هنا لأتحدث عن مسرح الجزائر والواقع بأنه ينبغي أن العروض المسرحية الآن أنها تختار مواضيع مهمة جدا تنطلق من الواقع. فيها كثير من الأحيان نشاهد العروض المسرحية مثلا لا تعالج واقعنا ولا تعالج ما نعيشه ولا تنطلق من هذا الواقع، فلذلك ينبغي أن تكون أو اختيار هذه المواضيع اختيار جيد ويكون إعدادها إعداد مدروس حتى طبعا تتحدى الواقع الذي نعيشه وتبتعد عن الشعارات الجفاف. الآن الرواية الجزائرية وهاجس تعبير عن عنف الواقع وواقع العنف، هناك تجارب كثيرة رواية ناجحة على هذا المستوى. طبعا اخترت بعض الصور هنا لكتاب وبعض العناوين سأسرد بعضها الآن. باكر في جسد أهلا مستغني مثلا الشمعة والدائي ستار وطار والسيد محمد وسيد أعرج كرب الخطايا لعيسى الحيلح ودم الغزالي ورزاق بختاش وعناوين أخرى كثيرة جدا تحدثت عن العنف بأشكال مختلفة وفي مراحل مختلفة في المجتمع الجزائري وحاولت أن تعالجه بطريقتها الخاصة. طبعا قد تكون الرواية ما تناولت هذه القصص يعني وتجرأت وقالت ما يمكن أن يقال في الخطابات السياسية وغيرها وذلك عبر شخصياتها وعبر تقنيات السرد. الكتابة في العشر السوداء وعنف النصف هنا الكتابة اتخذت في نهاية التسعينيات شكلا آخر، ظهر جيل جديد آخر من الكتاب الذين كتبوا الرواية الجديدة. هؤلاء الكتاب يكتبون الرواية لأول مرة أولا وحاولوا أن ينقلوا واقع الجزائر في تلك العشرية. هذه الكتابات كما قلت ليست لكتاب مشهورين وإنما اشتهروا فيما بعد.
نشرة هذه الأعمال كلها ضمن دور نشر خاصة لمنحها بعض الاستقلالية. كذلك هذه الأعمال حملت طروحات جديدة تعيد النظر في الكثير من القضايا الفكرية والأيديولوجية التي تكرست في الساحة الثقافية، وجربت كتابة جديدة يمكن أن نسميها عنف النص، لأنها تعيد النظر في الكتابة التقليدية المعروفة بتلفق أزمتها وإعدادها. هذه النصوص نستطيع أن نقول عنها أنها متشظية. تعنى هذه الكتابات ايضا في الاخير بفئه معينه من المجتمع، وهي فئه المثقفين التي شكلت كبشه ارتداء للصراع انذاك بين الدول الجزائريه والجماعات الاسلاميه المسلحه. الى السينما الجزائريه الان. السينما الجزائريه طبعا عبرت عن واقع الجزائر بكل حذافيره، وعبرت عن كل المراحل، حتى يعني الصور التي شاهدتموها اثناء حديثنا عن العنف الذي لا مستعمر الفرنسي ضد يعني الشعب الجزائري، بعضها كانت صور تحليلية حسب تسجيل او فيلم تسجيلي وثائقي يقول بانها صور حقيقية في بعضها، والكثير من المصورين ماتوا وهم يصورون هذه المشاهد الحقيقية. ولكن ما اود التركيز عليه هنا في هذه المحطة هو السينما في العشب السوداء تحديدا. هذه صور لمحمد اخضر حامينا من اشهر طبعا هذه الأطفال مثل رشيدة معلمة في المدرسة، هذه مجموعة من الشباب الذين يقومون بجماعات مسلحة يطلبون منها وضع قنبلة في المدرسة التي تدرس فيها ولكنها تأبى الخضوع والانصياع. المشاهد هذه الصورة سيقول لأن رشيدة قد انتهت وقتلت على يد هذه المجموعة من الشباب، ولكنها تشفى وتعود من جديد للحياة وتتعرض لمحن كثيرة أثناء تلك الفترة، ويقتل أيضا خطيبها من قبل ذات الجماعات أيضا، ومع ذلك تتمسك بالأمل لعودتها مجددا للتدريس في المدرسة الابتدائية. وهذا المقطع الموالي ربما يبين تمسكها بالأمل وأن رغم كل شيء ينبغي أن تستمر الحياة. محطة أخرى، مقطع من فيلم المحنة ويحكي معاناة الفنانين والمثقفين في تلك الفترة. هذا عازف تعرض أكثر من مرة لمحاولة اغتيال من قبل جماعة مسلحة، ولكنه كان وفيا بعوده وبفنه وكان هذا مصيره. إلى محطة أخرى شكلت معارجة هامة في التاريخ الجزائري وهو التائب. كيف يستقبل التائب في المجتمع الجزائري؟ إذن فيلم التائب عفوا هنا طبعا يتحدث عن مرحلة مهمة جدا من تاريخ الجزائر. كيف يستقبل المجتمع الجزائري التائبون؟ كيف يستقبلهم؟ خاصة المفجوعون في ذويهم، كيف يكون هذا الاستقبال؟ طبعا الصدمة كبيرة، ولكن الحل هو المصالحة، هو التسامح، هو السلام، هو الفعل على بناء المجتمع من جديد في ظل التسامح، أن نسامح بعضنا البعض، وكان ذلك مثلا بالفعل.
قد ربما نمر الى مقطع اخر، ولكن عدت قليلا الى الوراء لاتحدث عن بعض المشاكل الاجتماعيه وحتى ندخل بعض البهجه والسرور، ولكن لا نخرج عن الاطار ونتحدث عن المشاكل الاجتماعيه كيف جسدتها السينما الجزائريه من خلال مقطع اخر في القراءتان. ظروف الكونفليكت هما كاعدي انا اللي شادي حبة الدكا الحم ناكلها انا وراه عاهدي انت تقدر وراك ما انت ولا لا تحط على مراد ما راهش هنا راهش هنا كنت على بالك انا كنت تخاف من الكيلو بالحم شتيك يا راجل واش كاين؟ كان دولار فيا والله غير بحال تسعة شي بشي هذا البايت عليا هو بايت كامومبير كتليف منزاج ليمونات دير لي الزردة هنا وهاديك الحاجة اللي مكرقعة فيك عرفت شنو هي ما على باليش كيفاه الله يسافر وجهك ان شاء الله قلت مالو يتحلل ياه خليتنا لا فراك لا زوج شكي وراح لي ما باش نشريها شكي وراح لي با بانك كرتي عليا وانا توصلوا بيا البخص شح إذا الفيلم في المرأتان هو كثير من الأفلام طبعا الجزائرية تحدثت عن الواقع، واقع العنف الجسدي، واقع أيضا عن العنف اللفظي وغيرها من أشكال العنف. لكن قد تتساءلون كيف يمكن لي هنا الأدب أن يكون لهذه المشاكل أو السينما أو المسرح أو غير ذلك؟ هل الفيلم الأدب حسب ما نعاني من الظواهر السلبية؟ أعتقد طبعا أن إذا كانت لدينا إرادة لا بأس بها في بناء هذا المجتمع فينبغي ان نستغل كل الوسائل التي يمكن ان تفيد لنا محاربه العنف، لان احنا شفنا طبعا محاربات شاهدنا جزء هو جزء من حياتنا قد نعيشه غيرنا او في محيطنا، ولكن كيف يمكن ان تصل الرساله بتعبئه هذا الجرح ومحاوله معالجته بشكل جيد، يعني معناها اننا نتخباوش وراء مشاكلنا، لا نختبئ خلف هذه المشاكل واننا ينبغي ان نواجهها، وهذه المواجهه احيانا لا تكون بشكل مباشر بقدر ما نراها في الاخر او ما نراها في السينما او في المسرح او في الادب او في اشياء اخرى. أعود إلى واقعنا الآن، إلى واقع نشاط ثقافي بالجامعات، طبعاً هناك نشاطات كثيرة حتى أربط طبعاً الموضوع الذي اخترته مع واقع ما نعيشه، وكذلك لكي يكون هذا الجانب فاعلاً في الوسط الجامعي. قلت لدينا نشاطات مكثفة في تشهدها جامعات محمد بني بدل نستثني، إلا أننا نطمح إلى الأكثر. بحاجة إلى إعداد ربما منظومة ثقافية وفنية للطلاب لتعيش الجامعة حالات ثقافية فنية متواصلة. هناك أنشطة نشاهدها وربما أحيانا لا تتاح لنا الفرصة لمشاهدتها ولمتابعتها، ولكننا بحاجة لمنظومة مرتبة ومنظمة حتى نتمكن من متابعة هذه النشاطات. مع تطور التكنولوجيا الرقمية يمكن هذه النشاطات طبعا أن تستمر خلال الجامعة الصيفية وتكون مجموعات تعزز ثقافة الحوار وتحافظ على التواصل المستمر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي القيم النبيلة ونشر أفكار جميلة والمشاركة عفوا في كل مواقع حياتي لونا من ألوان الجمال والبهجة، لكن إذا كان مصدرها هو الأدب والفن فالمصدر الأساسي هو الإنسان بروحه وبجماله. لذلك أقول كيف يمكن نربط ما نتحدث عنه بواقعنا؟ يعني يمكن أن يكون ذلك عن طريق الاستثمار الجيد، فالإنسان موجود وطاقات المواهب والبيئة الفكرية موجودة، ما الذي ينقصنا هو ينقصنا الاستثمار في هذا الإنسان، طبعا كل من جهته، من جهتنا نحن في الجامعة فينبغي أن نستثمر في الطالب الجامعي لأنه فرد في المجتمع ويسهم وسيسهم مستقبلا في بناء هذا المجتمع وصناعته. فليكن طبعا الاستثمار المالي استثمارا جيدا، شهادات هي تحصيل حاصل، يعني نحن نحصل في نهايه المطاف على الشهاده، ولكن ما نود ان نحصل عليه هو فرد وانسان جيد في هذا المجتمع، ولن يكون ذلك الا وفق تخطيط مسبق واستراتيجيه محكمه. اختصر حتى لا
أطيل إلى بعض المقترحات هنا. وإن كنا لم نواجه مشاكل في أوساط الطلبة إلا أن كان عارضاً، إلا أننا نسعى إلى أن يتحلى الجميع بروحه المسؤولية واليقظة ومحاولة البناء الفعالي للإنسان الفاعل وصف الإيجابية بوجوده بسلوكه البعيد عن العنف. ينبغي الالتفات أكثر إلى أهمية إعمال فكر والإبداع في اتخاذ القرارات والابتعاد عن استخدام العنف في حل المشكلات. قد تكون هذه النوادي السينما والفن والفيديو والفنون التشكيلية مشاريع مسلية ومفيدة. والاستثمار في المسرح يكون شيئا اساسيا. يمكن يعني انشاء بعض الفرق المسرحيه. اذكر هنا في هذا السياق انه جامعه محمد لانيد بغي يستثني بفرقه من الفرق المسرحيه لشباب وطلبه وطالبات من هذه الجامعه، حازوا على جائزه احسن عرض متكامل السنه الفارطه او لاقل في اطار المسرح الجامعي في طبعات العربية بمشاركة مجموعة من الدول، الفرق المسرحية من مصر واليمن وفلسطين والعراق، وأمام لجنة تحكيم كبيرة جدا من حيث فكرها أو من حيث فكرها عفوا وغيره. فكانت هذه الفرقة من جامعة سطيف هي السباقة إلى ارتكاب جائزة أحسن عرض متكامل، بمعنى أن عندنا طاقة وهؤلاء الشباب يحتاجون عفوا فقط إلى الدعم. ندعمهم، لذلك ندعو إلى إنشاء نوادي المسرح والفيديو والسينما وفنون الأداء في الوسط الجامعي واستغلال الطاقات والمواهب المتوفرة للجميع عن الإمكانات. والاستفادة أيضا طبعا من الهيئة الرسمية والبيئة الموجودة معنا. نستغل الفرصة لنقول أيضا الاستفادة من الإمكانات التي يمكن أن توفرها هذه الجهات بالتواصل والتوأم مع الشراكة التي يمكن أن تكون مثمرة في هذا الإطار. مقترحات الأخير، مقترحات لتفعيل الحراك الثقافي بالشراكة بين الجامعة ومختلف الهيئات الولائية، ذكرت تحديدا طبعا الولاية والبلدية. من جهتها الجامعة طبعا ينبغي أن تكون هناك أقسام نشاطات ثقافية، والأكيد أنه فيه هذه الأقسام تفعل أكثر. الأقسام النشاطات الثقافية على مستوى الكليات، النوادي الأدبية، النوادي الرياضية، النوادي الفنية. الولاية يمكن طبعا أن يكون هناك تعامل وتنسيق مع المجلس الشعبي الولائي للجنة الخاصة بالثقافة، كذلك مع مديرية الثقافة وأيضا المسرح الجهوي للعلم ودار الثقافة والكوميديان. وأذكر في هذا الإطار أيضا أن كانت هناك شراكة جميلة جدا في الموسم الجامعي الفارط بين جامعة محمد لانيد بغي يستثنين ممثلة كلية الآداب واللغات قسم اللغة العربية بتقديم ملتقى النقد الأسطوري بالشراكة مع دار الثقافة والكوميديان، وكان مشروعا ناجحا. نأمل أن تتواصل هذه الشراكة مع مختلف الهيئات. البلدية طبعا هي القسم الثقافي والمسرح البلدي ولجنة الحفلات والنشاطات الثقافية التي تعمل بهذا الجانب. يمكن أن يكون هناك استراتيجية فيما بعد، بالسؤال كيف، هذا مجرد مقترح، ولكن الجهات المسؤولة هي التي تستطيع أن تنسق بين بعضها البعض وأن تمثل بإمكاناتهم مع إمكانات الجامعة لدعم الطلبة. تنويه سيجد حتم الأذان المتصالية ننوه إلى أهمية انتباه الهيئات الرسمية وغير الرسمية كافة إلى ما يمكن أن يحدثه الفن والأدب والإبداع بشكل عام، فهما الوسيلة الأساسية في التربية نظرا لأثرهما في التهذيب والتثقيف والتنمير والصحة الشخصية. هناك ما يسمى في المسرح بسايكو دراما، هناك الكثير من المشاكل التي يمكن أن تعالج عن طريق الفن والأدب، فينبغي ألا نهامش الفن والأدب. وأقول في الأخير شكرا لكم على كرم الإصغاء.